مرحبا، يعطيك العافية. اليوم نحكي معك وعن بارك جديد وحلو كثير. شفنا ناس نعرف. جميل جدا، قريب من الساوت على النهر تبع ريدو، اسمه ريدو ريفر. اليوم عاملين احنا المؤسسة تبعت Humans for Peace عاملين زي حفل الشينيز كوميونيتيز، وزي ما انتم شايفين طبعا هو بطلق اشي جميل. في ناس عم بيعملوا فيشينج هون، وناس بوتينج، جابوا بالبوت والكانوينج. شو معنى بطلق؟ هاي ظاهرة موجودة كتير في كندا، بحبوها كتير الكنديين، لو كل واحد بجيب أكله معه. زي ما انتم شايفين اللي جايب شاي، اللي جايب شوربة، اللي جايب أكل من جميع الأنواع. سهل جدا، وكل واحد بهذا فواكه، اللي جايب صحون. طبعا احنا جبنا الصحون المعالة والشوك والمفارش والشغلات الثانية، وكل واحد بجيب شغلاته. زي ما انتم شايفين هاي نيها. زي ما انتم شايفين البارك والناس، واوفر ذير شايفين في مكان يلعبوا فيه الاطفال. البارك له باركينج زي ما انتم شايفين، وغاد جبنا خيم عشان الناس اللي حابين يتضللوا. فهذا بيت غاد. وهون زي ما انتم شايفين منطقه كبيره واسعه، الاولاد ممكن يلعبوا سوكر، يلعبوا اي شيء. فتفضلوا على هذا البارك، استمتعوا. وراء هذا الشجر في بيت، فهي منطقه جميله صغيره، بتشوفوا الاولاد وبتنبسطوا. ان شاء الله نشوفكم بحلقه جاي. فاتوا هذا عم صيد سمك، صيد كم سمكة. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.